السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشوف ازاي نعمل عمود يكون قطره مختلف فوق عن تحت. فهقول له هنا من R هقول له انا عايز نيو فاميلي واختار structure column انسب حاجة عشان اعمل القطر مختلف. هاجي هنا من بليند وهرسم الشكل اللي تحت وبعد كده ارسم الشكل اللي فوق. خلينا نرسمه على شكل دائرة بالشكل دوت تمام. وهخلي الدايمنشن ده يظهر معايا. الدايمنشن ده بقى اعمل عليه سيلكت واديله بارامتر تمام. هديله مثلا 100 تمام، او ممكن نخليه زي الدبس يعني. ممكن اديله حاجة زي الدبس مثلا اهو، او الويتس زي ما انا عايز تمام، او اديله معادلة او 500 على 2 براحتي يعني. انا هديله رقم وبعد كده لما اخلص هقول له انا عايز ارسم التوب تمام. التوب برضه هو نفس الفكرة دائرة تمام. تقدر تحط لها انت برامتر او تقدر تختار لها برامتر من هنا زي ما انت عايز تمام. يعني ممكن تيجي هنا وتقول له ده بارامتر وتخلي ده مثلا الويتس تمام. وتقدر بعد كده تيجي هنا وتخلي ده مختلف شوية، الويتس مثلا تخليه 300، هتبقى حاجة بالشكل دوت. خلينا ندخل بقى في الاليفيشن تمام. هو بالشكل ده هاجي هنا واقول له التزم بال هنا ده اللور ليفل، ده القاعدة وده القمة بتاعتي. فدلوقتي بقى أقدر أحمل الملف دوت، أحمل الفاميلي دي في قلب المشروع اهوت. هو هنا على أساس إن بياخد من اللور ليفل اللي مثلا ليفل 2 يبقى بالشكل دوت. ليفل مثلا الروف تمام. وعندك هنا القاعدة والارتفاع تقدر تتحكم فيهم دهوت. 500 دي خليها 800 وهنا خليها 250 تطلع معايا بالشكل دوت. ويبقى فاضل ان انت تديله ماتيريال زي ما انت عايز.